معنا مداخلة واتصال. أستاذ عبد الله علي صاحب برنامج كلام كبار، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ أستاذنا الفاضل كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير، وعيد سعيد على وكل حضرتك. المشاهدين بخير، ويا رب عيد سعيد عليكم يا رب، وعلى كل اللي بيسمعونا، وعلى يعني حتى العاملين بقناة الصحة والجمال اللي أنا بتشرف إن أنا جزء منهم. تسلم استاذ عبد الله. برنامج حضرتك كان برنامج كلام كبار وموضوع مهم، يمكن عاوزين بالضبط. حضرتك تشاركنا في موضوع النهارده، وهي العوده للكتاتيب القديمه باسلوب حديث وعوده للقران باسلوب حديث. طيب اولا بس انا عايز في الاول اخص التهنئه لكل العاملين بخمس صحه وجمال، واللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم، خلاص ماشي. وكمان بحيي حضرتك والله على البرنامج اللي شغال دلوقتي. انا مستمتع جدا بالكلام اللي بيتقال فيه. نعم. خليني اتكلم يعني باختصار شديد جدا عن كلام كبار وموضوع مهم. يمكن انا تفضل. برنامجي في الاول كان كلام كبار، نعم. ولكن يمكن لقيت ان في زي ماتشنج للاسم ما بينه وما بين زميل، فاضطريت ان انا اغيره احتراما للمهنه نعم. واحتراما للزمانه بيني وبين صديق اخر، وعلشان كده خليته موضوع مهم. نعم. فبدانا ان احنا نتكلم في مواضيع اجتماعيه تخص المجتمع، وازاي نقدر ان احنا نحل ابرز المشكلات الاجتماعيه اللي بتقابلنا يعني. ويمكن ده كان ابرز اهداف البرنامج، ويمكن ده برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها كويس جدا، ان احنا بيتفرج علينا شريحه كبيره من الجمهور، فحابين ان احنا نوصل لهم رساله مبسطه بطريقه شيك، ان هو ازاي لو واجهته مشكله اجتماعيه ايا كانت هي المشكله يبدا ان هو يتكلم فيها. وده برضو السبب اللي خلانا نرجع لتسميه البرنامج لموضوع مهم. حضرتك تخرجت مجموعة من طلبة الإعلام. بالظبط كده. الاعلام والله، وغير الاعلام، يمكن احنا بنعتمد اكتر على الموهبه بشكل كبير، علشان كده احنا بنعمل اختبار. لازم طبعا يكون في اختبار في الاول خالص قبل ما نقول يلا نطلع هوا او يلا نسجل. الاختبار ده بيدينا هنت كده، او بيدينا الضوء الاخضر ان الشخص ده هل يصلح ان هو يكون مقدم برامج او مذيع او لا. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، أتمنى إن هي تتعمم في كل الأماكن اللي بتقدر إن هي تأهل الشباب دي. ليه بقى؟ لأن بصراحة ما ينفعش إن أنا أطلع إن أنا أواجه جمهور أوصل لهم رسالة معينة بطريقة معينة وأنا أصلا غير مؤهل لده. دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وبتصيب بعض الجمهور بالإحباط مثلا، أو بتصيب بعض كمان الشباب اللي هو مش لاقي لسه طريق للفرصة، إن هو لا أنا إزاي أطلع وأنا مش مستعد إن أنا أواجه للجمهور. نعم. الرؤية المستقبلية يا أستاذ عبد الله للبرنامج، رؤيتك المستقبلية للبرنامج. والله يمكن احنا حاطين بلان كده، يمكن احنا ان شاء الله بعد فترة العيد هنبدأ في الموسم الثامن، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. انا توقعت ان انا قلت لها هعمل الموسم الثاني خلاص الناس هتبدأ، لقيت ما شاء الله الموضوع استمر معانا ووصلنا للموسم الثامن، ودي ما شاء حاجة الله. انا سعيد بيها وتشرفت بيها طبعا مع كل الزملاء اللي شاركوا معايا. احنا بنعتمد بالوجهه الاولى او بالطريقه الاولى على التطوير دايما. فانا الخطوه المستقبليه بتاعتي في البرنامج ان هو يعتمد اكبر على تغطيه اكبر عدد ممكن من المشكلات الاجتماعيه، وازاي ان انا احلها وبسرعه وفق يعني خلينا نقول طريقه معينه او سياسه معينه او معايير معينه، بحيث ان هي تكون مفيدة للناس اللي بيتفرجوا عليها. هل كان في تعاون من إدارة فريق الصحة والجمال مع حضرتك؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجة، انا يمكن اشتغلت مع كذا قناة فضائية، ولكن القناة الوحيدة او خلينا اقول من ضمن القنوات اللي انا ارتحت جدا 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 فيها، ومن الطريقه والتعامل والاسلوب والالتزام، هي قناه الصحه وجمال. نعم. شرفت جدا باستاذ جمال، وتشرفت باستاذ نصر، وتشرفت باستاذ وليد المخرج. يمكن دول ابرز الناس اللي انا اشتغلت معاهم في القناه، وطبعا فريق كبير طبعا. انا يمكن نعم. بقعد في كل حلقه اهزر واضحك معاهم، لان بصراحه ببقى مرتاح، حاسس ان انا نعم. في بيتي، حاسس ان الموضوع بالنسبه لي لا موفر لي حاجات كويسه، امكانيات كويسه اقدر ان انا اشتغل من خلالها واطلع حاجه محترمه للجمهور. شكرا على المداخله الجميله يا استاذ عبد الله شرف ليا يا صاحب. فندم، وشرفت جدا بيك، وبالتوفيق يا رب، وعيد سعيد شكرا عليك يا رب. شكرا عيد سعيد على شكرا. حضرتك. استاذ عبد الله علي صاحب برنامج موضوع مهم.